الحمد لله الذي خلقنا فهو يهدينا والذي هو يطعمنا ويسقينا وإذا مرضنا فهو يشفينا والذي هو يميتنا ثم يحيينا. نعيش الآن في رحاب العلم والعلماء والداعي الإسلامي الكبير الدكتور محمد عبدي يتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، عالم كل خفية، السماء بيده مبنية، والأرض بقدرته مدحية، وحوائج الخلائق عند ربها مقضية. متوحد. سبحانه. السماء بغير عمد من رفعها. محدش برد ليه؟ بالنجوم والكواكب من زينها، الطبيب المعالج من أردى، والمريض وقد شفي من عافى، وترى النخل مشكوك النوى، من الذي شق نواه، والهواء تشعر به ولا ترى، من الذي أخفى، كل ذلك ينطق قائلا لا إله إلا الله. واحد. لا إله إلا الله، الكل يفنى ولا يبقى إلا الله. قال في محكم آياته: كل نفس ذائقة الموت وإن توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأشهد أن نبينا وعظيمنا وشفيعنا وكنزنا محمد رسول الله صلاة وسلاما أتمان أنوران أعطران أزهران مثمران على الآل والصحب أجمعين. تواترت الأدلة والنقول، فما يحصي المصنف ما يقول، بأن الهاشمي حي طري هلال ليس يطرقه أفول، وأن الجسم منه بقاع لحد كورد لا يدنسه الذبول، وأن الدود لا يأتي إليه كذا الآفات ليس لها وصول، وأن الملائكة تأتيه كل حين تحييه ويسمع ما تقول. صلوا على الرسول صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. وبعد، الموت. الموت أمر جلل
لم يترك صغيرا ولا كبيرا ولا عظيما ولا حقيرا ولا غنيا ولا فقيرا. كتب الموت على كل مخلوق فساوى به بين الخدام والملوك. تعالوا معي في دقائق نعيش مع ساعة الوداع. يا مرحبا. ساعة الوداع لمن؟ لإمام الأنبياء وسيد الأتقياء وإمام الأصفياء محمد بن عبد الله. بعدما زار الموتى في البقيع رجع إلى بيته فوجد عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ورأسا. إخواننا عايزين نسمع الكلام، ما تصلوا على سيدنا النبي. ورأسا، بل قال النبي بل أنا ورأساه يا عائشة. زار المرض رسول الله، زار المرض رسول الله، أصابته الحمى، أصابته الحمى، وقد علم من سابق نعي الله له. قال له ربه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال له ربه: إنك ميت وإنهم ميتون. فمرض النبي التقي النقي واشتد عليه المرض، فقالت له فاطمة: وابتا وكرب أباتا. فقال لها: لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. اشتدت السكرات، اشتدت السكرات، وعرق الجبين، والنبي يقول: إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. مرض النبي، فجاءه ملك الموت ليقبض روحه، وهي أطهر روح على الأرض، وهي أطهر روح على الأرض. فقالت فاطمة بعدما أن مات: وأبتا وأبتا، إلى جبريل ننعاه جنة الفردوس مأواه. تسرب الخبر بأن المصطفى قد مات، فخرس لسان عثمان وشل علي بن أبي طالب. أما الفاروق عمر مسك سيفه وقال بأن رسول الله ما مات. من قال بأن محمدا قد مات لأقطعن عنقه بسيفي هذا. فجاء الصديق قال: يا عمر اسكت، يا عمر اصمت، يا عمر على رسلك يا عمر. ثم جمع الناس وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. من الباقي؟ من الدائم؟ من الملك؟ محدش بيرد لي. ده المفروض بطنك وقلبك وعقلك ورجلك وايديك ولسانك يتكلم. من الملك؟ من المالك؟ من المليك؟ من القادر؟ من القدير؟ من المقتدر؟ من الحي؟ من الباقي؟ من الدائم؟
منذ قديم الزمان تفاخرت العينان فقالت أنا المبصرتان، وتفاخر اللسان فقال أنا الترجمان، وتفاخرت الأذنان فقالت أنا الجاسوستان. عندئذ نطق صاحب الديوان وأصدر الفرمان، كل من عليها فان. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا. لو أن المرأة لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا باقيا. لكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. مات سيد الدنيا محمد. ما تسمع، اسمع كده الآية اللي هقولها لك ديت. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. مش بتاعتك ده يا شيخ محمد. هو عاوز بتاعكم. هو عاوز بتاعته. لا نحن ولا احنا بتاعت الله، مش لنا دعوة بحد. فكل مخلوق سيموت، وكل شيء له بداية، ومن له بداية له نهاية، ولكل نهاية أجل، ولكل أجل كتاب. إيه بقى؟ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لسه برضو ما جبتهاش. مركز انت في ال... فدعوا الهم، عيشوا معي، اطرح همومك عند ربك ما دمت تأكل ما تشاء وتشرب ما تشاء وتمشي باستواء وتنام بلا دواء، وليس عليك دين لابن حواء، فأنت ومالك الدنيا سواء. يا حامل الهم إن الهم فتاك، والدنيا راحلة والركب رحال. غدا ايه هتسيبها؟ سترحل عن الدنيا وتتركها، وليس في القبر لا أهل ولا مال. كله بيموت في الفلوس، كله بيموت في الفلوس، مع ان يوم القيامة ما فيش كده خالص. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم يفر المرء من أخوه، أول واحد أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تعالوا معايا كده، بتروح للحلاق وده انه يعمل لك الناحية دي والناحية دي عشان يبيض وشك، في الآخرة لا، ويحط لك الناحية. ده في مكياجات يا اخوانا، ها؟
انا كنت في حلقه في الاذاعه لقيت اللي بيحط مكياج اللي بتاع الاذاعه، والله سبحان الله في مكياجات في الاخره، لا مكياجك عملك، مكياجك عملك، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم إيه تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم، ربنا يجعلنا منهم، قولوا أمين، ففي رحمة الله هم فيها خالدون. حسبي ما قلت لكي لا أطيل، ولكن اسمعوا وعوا، اسمعوا وعوا، ما بنيتم فللخراب. مش يقول هنبني البيوت، حتما تنهار تلك البيوت، تموت كل البرايا، سبحان من، من لا يموت. ما بنيتم فللخراب، وما ولدتم فللتراب، وما جمعتم فللذهاب، وما عملتم ففي كتاب مدخر ليوم الحساب. يقول جل جلاله: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر، لا يغادر صغير، صعب يا اخوانا، لا يغادر، اسمع، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. من الظالم؟ مش حد قادر يقول لي مين الظالم؟ انت في القرآن ربنا قال عليك كذب. وكان الإنسان ظلوما جهولا. نسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد في واسع رحمته، أن يجعله ربه من أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وثقل ميزانه. دائما وأبدا في الختام لا نقول إلا ما يرضي الرحيم الرحمن: لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. حبيبي تنورت. تلك دع المقادير تجري في أعمتها ولا تبيتن إلا خالي البال. ما بين طرفة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه الكلمة فضيلة الدكتور محمد عبدين في ليلة تكريم فقيد آل عبدين رحمة الله عليه الحاج محمد أنور عبدين. تقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من أتى مشاركا بالأسرة الكريمة. يقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: